بسم الله الرحمن الرحيم. درس النكرة والمعرفة. عندنا النكرة والمعرفة بنختص بيها ايه؟ بنختص بيها الاسم. والاسم هو ايه؟ هو ما دل على مسمى، سواء كان المسمى ده انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات. الاسم لوحده، اي كلمة اسم بتدينا كذا حاجة، بنفهم منها كذا حاجة. لذلك الاسم له عدة تقسيمات، فهو بينقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث، ومن حيث العدد بينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، ومن حيث التعريف والتنكير بينقسم إلى نكرة ومعرفة، ومن حيث الإعراب عندنا المعرب والمبني. يبقى الاسم الواحد احنا بنبص لأي كلمة اسم بنعرف منها احنا هنتكلم عن مذكر ولا مؤنث، عن واحد ولا اتنين او اكتر، بنعرف منها كلمة دي نكرة ولا معرفة. وهو ده درسنا النهاردة. يعني ايه نكرة؟ النكرة هي اسم ما بنختصش بيه حد معين، ما بنقصدش بيه حاجة بعينها، حتى لو كان احنا بنقصد انسان حيوان جماد او غيرهم، ما بنقصدش شيء بذاته، حد فيهم معين. يعني لما أقول قلم فأنا بقصد أي قلم، كتاب أي كتاب، امرأة فهي أي امرأة، رجل، قطة، مدينة، جبل. بيتميز النكرة بأنها إيه؟ بتقبل دخول ال عليها، تقبل دخول حرف ال عليها. يعني أقدر أقول القلم، أقدر أقول الكتاب، أقدر أقول المرأة، الرجل، القطة، المدينة، الجبل. يبقى النكرة ما بقصدش بيها شيء بذاته أو شخص بعينه، لكن أنا بدخل عليها، أقدر أدخل عليها ال. طب إيه هي المعرفة؟ المعرفة هو اسم بيقصد بيه شيء بذاته، بحدد بيه حاجة، بقصد بيها حد معين أو شيء معين بتكلم عنه. فلما أقول القلم يبقى ده بقصد بيه قلم معين، مدرسة معينة، الكتاب فأنا بقصد الكتاب معروف. لذلك بنلاقي إن المعرفة ليها عدة أقسام. أقسام المعرفة إيه؟ 7. أول حاجة من المعرفة الضمائر. الضمائر بكل أنواعها معرفة، سواء كان منفصلة أو متصلة. والضمائر المنفصلة عندنا ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. يعني المتكلم أنا ونحن، مخاطب أنت وأنت، أنتما أنتم أنتن، غائب هو هي، هما هم هن. كلها ضمائر منفصلة وكلها معرفة، وكل الضمائر دي معرفة. زي ما نقول نحن تلاميذ، أنتن تلميذات، هي مهذبة، هما لاعبان ماهران، أنت رجل ذو خلق. يبقى كل الضمائر هنا دي معرفة. ليه؟ لأني بقصد بيها أشخاص أو معينين، أنا بتكلم بيها عن حد معين. من أنواع الضمائر برضو متصلة، ودي بتيجي متصلة باسم أو حرف أو فعل، وبتكون برضو معرفة. ايه هي الضمائر المتصلة؟ تاء الفاعل، ناء الفاعلين، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، وياء المخاطبة، كاف الخطاب، هاء الغيبة. يعني لما نقول مدرستنا فهنا ناء تاء ده ضمير متصل، يعلم الهاء ضمير متصل، يرسم واو الجماعة ضمير متصل، تدخل على حرف كمان زي عليكم، كاف الخطاب. يبقى هنا أنا بتدخل الضمائر المتصلة بلاقيها في آخر الاسم أو آخر الفعل أو آخر الحرف. والضمائر المتصلة كمان معرفة. يبقى أول نوع من أنواع المعارف الضمائر. تاني نوع من أنواع الضمائر العلم. العلم هو إيه؟ العلم هو اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم قبيلة أو لقب أو كنية. اسم شخص زي محمد، محمد طالب مجتهد، محمد اسم شخص.
فده علم لذلك فهو معرفة. أو لقب زي الفاروق، الفاروق عادل، الفاروق ده معرفة. ليه؟ لأني لقب. أو كنية، والكنية هي اللي بتبدأ بأبو أو أم. أبو بكر أول الخلفاء الراشدين، يبقى أبو بكر معرفة لأنه بيدل على كنية. لما تكون بلد أو مدينة زي مصر، زي مكة، زي فلسطين، أي بلد فهي معرفة. لما نقول مكة بلد شريفة فهي إيه؟ مكة هنا معرفة لأنها اسم مدينة. أو اسم قبيلة، لما نقول كانت قريش أكبر القبائل فقريش هنا معرفة. ليه؟ لأنها اسم قبيلة. يبقى كل دي من الأعلام. العلم هو إيه؟ العلم هو اسم شخص، أو هو لقب، أو هو كنية، أو بلد، أو قبيلة. يبقى أي علم عندي هعرف إن هو معرفة. ثالث نوع من المعارف أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هذا وهذه، هذان، هاتان، هؤلاء، وذلك، وتلك، وأولئك. هذا للمفرد المذكر، هذه تستخدم للمفرد المؤنث ولجمع غير العاقل. هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع بنوعيه، ذلك وتلك تستخدم للبعيد ودول لغير العاقل، وأولئك للبعيد للعاقل. منقول ذلك الفضل من الله، ذلك اسم إشارة. هذا البستان رائع، هذا اسم إشارة. أولئك على هدى من ربهم، أولئك اسم إشارة. وأسماء الإشارة كلها من المعارف. ثالث نوع، رابع نوع من المعارف الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة هي الذي والتي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي أو اللائي، عندي من وما. الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع المذكر، واللاتي واللائي لجمع المؤنث، من للعاقل، ما لغير العاقل. وعندي كمان من أسماء الموصولة أي، ودي بتيجي على حسب ما تضاف إليه، يعني ممكن تيجي بعديها عاقل أو غير عاقل. لما نقوله مثلا اختر أيا تريد، يبقى أي هنا بمعنى الذي تريد، بمعنى الذي تريد، فبتبقى اسم موصول. طيب لما نقوله مثلا حضر الذي فاز بالجائزة، الذي اسم موصول. رأيت اللاتي فزن بالجائزة، اللاتي اسم موصول. مررت بالذين فاز بالجائزة، الذين اسم موصول. من يتق الله يجعل له مخرجا، من اسم موصول. لها ما لها وعليها ما عليها، ما هنا بمعنى الذي لها، والتانية برضو وعليها ما عليها، يبقى ما هنا بمعنى الذي، ولذلك هي اسم موصول. وفي السماء رزقكم وما توعدون، والذي توعدون. يبقى عندنا كل دي أسماء موصولة، واسم الموصول بيعرف حسب موقعه في الجملة عادي زي أي كلمة. يبقى من رابع نوع من المعارف الأسماء الموصولة. النوع الخامس من المعارف الاسم المعرف بأل، وده أي اسم نكرة ده أدخلت عليه أل، دخلنا عليه أل. فزي كلمة العامل، هذا العامل مخلص، جلست في الفصل، يبقى الفصل معرفة والعامل معرفة. طيب يبقى هنا خد بالك إن هي عامل لوحدها، كلمة عامل لوحدها من غير أل فهي نكرة، بقصد بها أي عامل، مش واحد محدد. لكن لما بنقوله العامل يبقى فيه شخص معين، عامل واحد بس هو المقصود بالكلام، يبقى نكرة عامل ما نقصدش بيها حد. العامل لما دخلت عليها قال، يبقى أنا بحدد حد معين بتكلم عنه.
يبقى سابع نوع من المعارف، خامس نوع من المعارف المعرف بألف. نوع القسم السادس وهو المضاف. المضاف يعني بيجي بعديه مضاف إليه من الخمسة اللي فاتوا. لما نقول تاريخنا حافل بالبطولات، كلمة تاريخ لوحدها نكرة، لما أضافت ليها ناء الفاعلين بقت إيه؟ بقت مضاف، فأصبحت معرفة. أهرامات مصر شامخة، كلمة أهرامات وحدها نكرة، لما ده أضافت إلى مصر أصبحت معرفة. حانت صلاة المغرب، يبقى حان كلمة صلاة لوحدها نكرة، لما أضافت ليها كلمة المغرب أصبحت محددة بإيه؟ بموعد معين، يبقى أصبحت كلمة معرفة. يبقى اسم المضاف يعني بعديه مضاف إليه بأي شكل من الأشكال، سواء كان ضمير متصل أو علم أو اسم معرف بأل، فيبقى أصبح المضاف ده معرفة. سابع حاجة المنادى. المنادى المقصود لما يكون زي حد جنبي بقول له يا رجل، حد جنبي بقول له يا طالب، يبقى أنا بتكلم عن حد بعينه. يبقى المنادى المقصود لما بكون بقصد بيه شخص محدد، يبقى بيعرف الايه المنادى ده، يا رجل، تبقى رجل لنا أصبحت معرفة. ليه؟ لأن هي دخل عليها حرف النداء يا فحددته. يبقى تعالى نفتكر مع بعض كده القاعدة. القاعدة بتقول إن الاسم بينقسم من حيث التنكير والتعريف إلى نكرة ومعرفة. والنكرة اسم لا يحدد شخص أو شيء بعينه، ما فيش حد بقصده بعينه محدد، لكن المعرفة أنا بحدد شخص أو شيء أو حيوان أو شيء بعينه، هو ده المحدد اللي أنا بقصده. أقسام المعارف: الضمائر، العلم، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المعرف بأل، المضاف، المنادى المقصود. وبتجمع المعارف في أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل. أنا بتشير للضمائر، صالح بتشير للعلم، ذا بتشير لأسماء الإشارة، ما الأسماء الموصولة، الفتى الاسم المعرف بأل، ابني الاسم المضاف، يا رجل للمنادى. دي كانت أنواع المعارف، وعرفنا كده الفرق ما بين النكرة والمعرفة.